السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد لعبة ارك. بسم الله، خلونا نبدأ نعدل الكام. راح تلاحظون الصوت مختلف، مش شوي كثير، لأنه أنا خلاص فقدت الأمل أنه صوتي يتحسن أو وضعي يتحسن، لكن إن شاء الله خير. فقلت لازم إني أسجل بما إني سحبت فترة طويلة، فخلوني أوريكم كل شيء سويته ونشوف مع بعض إيش راح نسوي في هالمقطع. طبعا الخطة الأولى اني ناوي اروح اجيب حليب للدراغون، عندي دراغون، فصورت مقطع امس للاسف حذفته، هذا صديقي مات هنا لما هجم علي دراغون، فقدت. هذا كان من اقوى الطيور عندي، استمنة عالي وكان شي خرافي. هنشوف باقي معه اغراض. لا، فللاسف كلمني واحد من اخوياي، وقفت هنا انا والطير تبعي، وقفت هنا ورحت ورجعت، لقيت نفسي ميت والطير ميت. كيف جاء لين هنا دراغون؟ ما ادري، راح اوريكم المكان تبعهم. بعيد يعني عني، شوفوا هناك بعيد بعيد جدا. ف كيف جاء لين عندي وذبحني؟ ما ادري صراحة، لكن راح انتقم انا وراح اوريهم الان. هذا كم قوته؟ احتاج اني اجمع غير هذا اللي عندي، 55 ولا شيء. احتاج اني اجيب طيور احتياط زيادة عندي عشان استخدمهم في التنقل، واشوف هذا من اسرع الطيور اللي هو اللي جربتها، فعليا من اسرع الطيور. فدقيقة، كأن الخريطة مايلة ولا الشاشة مايلة ولا اوكي. فخسرت جريفن برضو، جريفن راح علي. خلوني ارفع القامة شوي لا يجي احد يهاجمني، بس احول انجليزي قامة 3، اعتقد كذا كويس. راح تشوفون هنا ما في اي شيء. اوه، في بيضة هنا، لحظة. كم هذه؟ ها، لا هذا الطير تبعي. اوكي، ابي البيضة كم اللي في الاربعة؟ ولا شيء، ولا تسوى. في انثى هنا اخذت منها حليب امس، بس ما ادري وين اختفوا. هنا سرقت البيض هذا، للأسف طحت لي على بيضة فخمة جدا 150، جيت بحطها أكلتها. فكان أكبر غلطة أسويها في اللعبة. هذه كم؟ لازم أنزل يعني، وفي بيضة زرقاء هناك راح أشوفها. خلنا نشوف هذه كم. مشكلة الحليب هذه مشكلة، إنه 55. أوكي، الحليب مشكلته إنه يخلص بسرعة، وراك ترجع تاخذ مرة ثانية وتاخذ مرة ثالثة، فشوي شغلانة. هنشوف هذه كم. 50، حمرا ولا زرقاء؟ ما في تنين، يلا خليه يطلع لنا التنين بما انه ما هم موجودين. اختفى التنانين، تصدقون؟ يلا فرصة، خلنا نزرف. في صوت، شي بسرعة، شي جمع بيض يا حبيبي، جمع تنانين، فرصة والله. ما في احد جاي. اوكي، شكلهم فوق الجبل يتحاربون مع ناس. خلنا نزل. فرصة قبل لا يجي الفرصة. 55، شيل. كنا شفت تنين؟ لا والله، لو زرفت هذا وهم موجودين والله ما يفكونك. طيب سري، في شيء ثاني يستاهل؟ شيل كل شيء. شيك واحد يشويك هنا شوي، هذه 20 ما تسوى، بس شيل يلا اي شي شيل. نروح البيت بعدين ننقي هناك، نضبط ونسوي. خلصنا كذا، خذينا زرقاء، خذينا حمراء. خضراء اللي هو البويزن عندي واحد جاهز، تنين جاهز، بس ناقصه حليب، ناقصه هذا. وين التنانين؟ يوم اني ابيهم ما هم موجودين. يتوقعون يهاجرون المكان إذا كثر الهجوم عليهم، ولا ما رسبنوا؟ أخبر، في واحد داخل هنا، لحظة. في واحد لحقني هنا، شكله اختفى. أنا سويت ريستارت للعبة، فأتوقع أنه اختفى. هنا في أوبسيديان، في فسفور، اللي بيجمع داخل هنا شوفوا، في ملح. اللي يبي ملح يجي يشيل بالهبل هنا، ممكن تعرفون الشيء ذا يعني، ما يحتاج اني.
تفاجأت أنا لما لقيت الشيء ذا. أوكي، في دخلة يسار هنا كانت مليانة تنانين، هذه الحل الأخير. وشوف الزرقاء هذه كم، هنا لو تنقز غلط تطيح تحت. خلك هنا في المضمون. 47 جيب، يلا دام ما حد يمنعك شيل شيل. طيب هنا ما في أحد، هنا داخل. أيوة هنا 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 داخلين هنا. ميل، ما أبي ميل، أنا أبي ما في غيرك أحد هنا يا طيب. ودي أشطف من هناك بس أخاف. جا 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 فقف 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 فقف. شكله سريع هذا، هذا ما راح نستفيد منه طبعا، نسحب عليه. اي والسام ما هو خطير، البرق اللي يجيك الكهرب يطلق عليك كهرب، هذا هو اللي قوي. هذا السم عادي يطلق لف بس كذا خلاص. ما نبي ما نبي، هذا قلنا ذكر صح؟ اي ذكر ما منه فايدة، راح نسحب فيه لين نلقى انثى هنا. او اني اروح اودي البيض وارجع. وراي هو شكله، اي والله وراي باقي. طيب انا ما ودي اخلص استمنة واتورط معاه، خلوني راح اورطه مع ديناصور، خليهم يتضربون واسحب البيت واروح البيت، وبعدين ارجع ادور على الانثى لانه ما في الا انثى واحدة تقريبا هنا. في تنانين كثير بس غريب اختفوا اليوم. في انثى واحدة بويزن نفس هذا اللي وراي، هي اللي اطيحها ادوخها واخذ منها حليب واروح، لكن الحين مختفية شكلها بعد الجلد اللي امس هجت. شوف هنا قال لك فخ فاشل هنا، كنت ناوي احوله بيت ذا بعدين سحبت عليه لان المكان مرة غلط. ايش نوع عدد حصان عادي؟ اوه السمنة راحت. شوف تبغى تسرع انزل تحت في الارض كذا، كذا تكون اسرع، كذا تكون اسرع تضيع اسرع. شوف رجع صح، شوف راح. خلك في الارض كذا وادعس بس، يصير اسرع الديناصور. هذه خطة برضو جديدة، يلا تعال نعلمكم اشياء حناش. هذا كم قوته؟ 37 ولا شيء، وشكله طالع من فايت دمه نص. راح استمنى زين، ضيعنا اصلا الديناصور فما راح نخاف. اوكي فللنا الاستمنة، نروح البيت. بيتنا من هنا. ابيكم تكتبوا لي تحت من الاسرع، الجريفن ولا هذا؟ انا اخذت الجريفن احسه بطيء، والله احس هذا اسرع بكثير بكثير، مو شوي بكثير. احتاج اكبر الغرفة هذه، هذه كانت غرفة التفكيس هنا طبعا. بيضة واحدة حطيت، فنشب الديناصور لما كبر، فاضطريت اني افكه اطلعه. زي ما انتم شايفين هذا الدراجون هنا يحتاج حليب ذا، لكن اموره الى الان ماشية يعني متحمل، فان شاء الله انه ما يموت علينا. دقيقة، لان احنا ما احنا لاقينا الحليب. الفود عنده كويس 7000، فما هو قاعد ينقص، فهو قاعد ينمو زي ما تقولون، يحتاج حليب عشان ينمو زي ما تشوفون. حاطين صورة الضاعة هنا، لكن ما احنا لاقيين وهو متحمل يعني. اوكي لسه ما مات يعني، فهذا شيء كويس. طيب هنا راح نجيب بوكس ونحط فيه البيض قبل لا نكبر المحل عشان نكون جاهزين يعني. مثلا نقول هنا بوكس بوكس، ما في بوكس هنا، بوكس هنا، في بوكس انا حطيته هنا، لا والله شكله اختفى. طيب نسوي ستوريج. ستوريج هذا موجود هنا تصدقون. جيب هذا واحد. اوكي جاهز، حطه هنا. نروح نزبنا داخل هنا شي ذا. اوكي نحطه هنا مؤقتا عشان نعرف انه البيض هنا. زبنا البيض اللي خذيناه كله هنا. شو باقي؟ هذه خذيناها من اول، وهذه خذيناها من اول. شوف البيض اللي عندي يا ولد، بس كله ضعيف الظاهر. شو هذه؟ 47 20 55 حلوة، 55 برضو حلو، 50 حلو، 100 هذه جبارة،
هذه 85 حلوة برضو. هذا أول واحدة خذيتها كانت 150، لكن للأسف جيت بحطها هنا وأكلتها ف راح شكشوكة. أوكي، شوف الديناصورات عندي، عندي اثنين من هذه اللي يسمونها اللوسورس، اللوسورس تقريبا كذا اسمها. عندي هذا ماخذها للتلويت، هذه تجمع لك تجمع لك شو اسمه، ايش تجمع لك توت، توت الشغلات هذه. شوف تجمع هذه بشكل كويس، يعني تجمع لك توت والحاجات هذه بشكل حلو. وعندي الطير هذا ممتاز جدا، بس عيبه عيبه بطيء 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 جدا. هذا الطير عيبه بطيء، هذا لو بتنحاش، لو بتنحاش ما راح يجمل معك، ما راح يجمل معك ابدا، بطيء. وعندي هذا، هذا كسر الصخور، هذا جدا ممتاز. بس تعال هنا شوف، تاخذ لكم تعرفون الاشياء هذه، ما يحتاج اني اشرحها لكم. سوي كذا، خله وروح يقعد يجمع خلاص. هذا ما استفدت منه اي شيء، كنت باخذه عشان يلوت الفواكه والشغلات هذه، توت، لكن جبت هذاك. هذول الاثنين خلاص، هذول مكفين وموفين. وهذا الصغير اللي عندي، وهذا خذيته يعطيني هذا اشياء. دقيقة، لا نزل نزل، ما عنده شيء تقريبا. هذا يطلع لك اويل او شغلة، ما ادري ايش يطلع لك، لكن خلينا نزيد. اوف كيف زاد الوزن. اوكي، عشان انا رافع الوزن على الاعدادات. اوكي، هذا ما عنده اي تطوير، هذا اول واحد تقريبا، 6 دائما احتفظ فيه. هذا قلنا ما عنده شيء، وهنا عندي الثالث زي ما انتم شايفين وين راح. ايوه هذا، هذا اللي ما ادري ايش الفائدة منه. شوفوا هذا، هذا تشيل اعتقد كذا، بس ما ادري ايش الفائدة منه. كلها وكل اللي حصلتها ليفل واحد، يعني ما هذا صار ليفل 38 بعد ما طورت. اوكي، فا يس ما ادري ايش الفائدة منه. هذا شلته، ايش في ذا؟ في جزرة هنا. طيب خلينا نشيله، تعال 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 يا طيب، خلينا نجيبه داخل البيت ونرجع ندور لأنثى الدراجون مرة ثانية. هذا ديناصورنا. اوكي، رفعنا الستامينا حقه، راح ارفع الهيل حقه، اهم شي عشان ما يموت بسرعة. ونوجه ندور على أنثى الدراجون مرة ثانية، لازم لازم نجيب حليب اليوم. اوكي وصلنا، خلنا نشغل هذا السباي عشان نتأكد إذا في دراجون كويس ولا. لحظة لحظة، أول مرة أدخل هنا، في بيض هنا وفي أشياء. يلا نسرق دامكم ساحبين عليه. زي ما طحت تحت. كم هذه الفلة؟ تو كولد. الفلة كم؟ 25. اسحب اسحب، عندي بيض بلها بل. ايوه هذا اللي نبغاه. هذا شنو هي؟ في انثى، في انثى. دقيقة، هذه فيميل بس انها فاير، راح تجلدني. هذا شنو هي؟ هذا ليش مو قاعد يطلع لي؟ عشان ورا الجدار يعني. في ميل، كفو كفو كفو، يلا لايتنينج. لا 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 لا، بنجلد بنجلد بنجلد. لايتنينج هذا برق بينتفك تنتيف. ايش اللي ورطني؟ كسر كذا، فقع فقع فقع. نشبت الظاهر تحت. لا تلعب مع اللايتنينج الكهربائي هذا، او البرق، او اللي ايش اللي اسمه، لا تلعب معه مرة، لا تلعب معه، خصوصا اذا الطاير انت جاي زي هذا، زي الطاير معك مثلا، ما راح تجمل، راح يجلدك. ممكن تشرد ممكن، بس بعد ما ينتفك تنتيف. يعني انسى انك تاخذ منه حليب، يعني من الاخر انسى حليب، انسى، لان ابغاك تطرحها وبعدين تجيب حليب. وذا اللايتنج راح يجلدك. خلينا ننزل كذا،
اوكي شوف، انا ما ادخل، ابغى ادخل من الجهة الثانية. انت ذولاك الثانيين في فيميل، الفاير اصرف يعني من ارحم يعني من اللايتنينج. هنا ما في مدخل. اوكي هذا شكله بتقعد لي برا. طيب شوف لايتنينج، هولي شيت، اسوي له فخ هنا. لحظة لحظة، ندخل هنا بعدين نطلع من هنا. طيب دقيقة اجرب حركة. اوكي جهزت المكان تقريبا، ان شاء الله انها تنجح الفكرة، بس ما تكون خطة سيئة. لحظة لحظة، خلوني اضيف واحدة بس دقيقة عشان اكون متأكد كذا راح اقدر اطلع. بس هو بيرجع ولا بيجي فوق ولا؟ خلونا نقفل هذه احتياط دقيقة. يا تيس ثبت، يا تيس لحظة لحظة، نروح كذا. اذا نجح الفخ هذا، ديم تكيس، اسمه فخ تكيس. نشبت انا يا اخي، الطير هذا اهبل بشكل. اوكي خلونا نجرب كذا، نروح نجيبها. اوكي هنا هي، هذه هي في مياه. اخلو اقدر اطلق وانا فوق الطير. جت رحنا فيها، انجلدنا. الحين ارتبش واضيع اللفة. جت صح، يخلي الله ياخذ السباي هذا جالس يضيع. رجعت، اقسم بالله خايف الف. يا طيب يا ابو الشباب، انت فاهم من هنا. لحظة، لا تجي بس، يوم اني بنزل هنا جد. يا الله شفت البرق اللي يجلد. هذا شلون تاخذ منها حليب هذه؟ حول سريع سريع سريع. لا 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 مو كذا يا تيس، ما هو قاعد يجي ليه؟ ايوه والله فخ ديم يا ولد. بس النحشة هي مشينا تنحاش، خلك اسرع. ايوه يا حبيبي خلاص، نجحت الخطة. قفل قفل هذا، خلنا نرفع لكم القامة. أدري أنتم ما تشوفون، أنا عندي واضح لأن الشاشة كويسة عندي، فراح أخليه 4 عشان تشوفون معاي. ديم يا الخطة، ديم خلاص، راح أخليه الفخ هنا ما راح أشيله. وهذا حليب شلناه، نفقع نوديه ونرجع نسوي نفس الفكرة مرة ثانية. هذه طريقة ناخذ هذه مرة واحدة. هذه طريقة تاخذ الحليب كذا، تروض هذه تاخذ. اوه هذه 55، شيلوه في كعب لايتنج، راح اوريكم اللايتنج كيف اجيبه. فهذه الطريقة تروضه، هذا مش تروضه، تدوخه تاخذ منه الحليب وتخليه، لا تقتله، تجيب العيد ترجع مرة ثانية تدوخ وتاخذ منه حليب وترجع. هذه طريقته. اوكي وصلنا، ننزل هنا. وقف بس وقف. طيب هذا نقدر نسوي له فيد حنا مثلا بدل ما نعطيه، خلينا نجرب. هذا نقدر نسوي له فيد. ايوه يا هلا، لا تجلدني بس. خلاص باقي يبي اعتقد، يبي لنا كل شوي نرضى اعتقد، اذا احتاج نرجع نرضى. طبعا ما ياكل الاكل هذا، ما يفيده ولا هو قاعد ياكل، فنحتاج شوي الظهر. اذا عطش او اذا جاء نرجع نعطيه من الحليب هذا. فشي جدا كويس صراحة، انا من زمان ودي امسك نفس هالديناصور، فا او الدراجون هذا او التنين بالاصح. مش فا ايش رايكم؟
ايش تبغون نسوي المقطع الجاي اكتبوا لي تحت. عندي البيض هذا الان ودي اجهزه هنا عشان يتفقس، شوفوا ما راح ياخذ وقت لين يخلص او يخيس او اللي هو، لكن راح يتعبني للامان. او عندي هنا بيضه ما شفتها، كم هذه 53، راح نسوي اللايتنينج هذا 55، اعلى واحد راح نسويه، هذا ما راح نسويه لان عندنا بويزن واحد. 20، 50، 55، ناري نسوي، هذا كم؟ 50، لا رجع هذا، رجع، خلنا نرجع نقارن هناك، جيب التوت، هذا، ايش باقي عندنا بيضة؟ اوكي، راح نشوف أقوى واحد فيهم اللي هو اللايتنج أعتقد، 55، النار، اللايتنج والله كويس، خلينا نجيب واحد لايتنج. ايش اللي راح يصير؟ راح نجيبه هنا، انتبه لا تجيب عيد تاكله بعد، دقيقة نفتح هذه، نجيب اللايتنينج هذا ونضغط او، نرمي امه هنا شو، ف تو كولد، راح نشغل الماكينة، نشغل الاي سي هذا، الحين صارت قاعدة تفقس البيضة تحت زي ما انتم شايفين، خلها كذا مفتوح، ما راح اقفل، راح تفقس البيض وراح يطلع التنين، وراح اوريكم المقطع الجاي كيف راح يكون شكله. اعتقد انه كذا كفايه، كفايه لليوم الى هنا. شاكر لكم، في امان الله.